وعقب دعوة الرئيس للبرلمان لانعقاد وافق مجلس النواب خلال جلسة طارئة على التعديل الوزاري، وجدد النواب الثقة في رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وشملت موافقة المجلس على التعديل الجديد 13 حقيبة وزرية هي وزارة التعليم والتعليم العالي، الصحة، الري، الهجرة، السياحة والأثار، التجارة والصناعة، الطيران المدني، القوى العاملة، التنمية المحلية، قطاع الأعمال العام، الثقافة والإنتاج الحربي. السادة الأعضاء، الموافق من حضراتكم على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية يتفضل برفع يده. موافقة. السادة الأعضاء، إذن فقد توافرت الأغلبية المتطلبة للموافقة في هذا الشأن، وهي أغلبية الأعضاء الحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس. لذا أعلن موافقة المجلس على جميع الترشيحات المتضمنة في الكتاب الوارد من السيد رئيس الجمهورية.